الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البدء أشكركم جميعا، أشكر سماحة الشيخ المجاهد الشيخ علي بن أحمد الجد حفصي، وأشكر آباء الشهداء المرابطون في الساحات. شكرا خاص إلى والد الشهيد علي مشيمع ووالد الشهيد السيد هاشم. وأشكركم جميعا أحبتي، أشكر الأمهات، أشكر الأخوات الذين دائما نجدهم معنا صامتون صابرون ومعتصمون بحبل الله. أشكركم جميعا، وها نحن قد اكتمل العام الأول لرحيل ابننا الشهيد المجاهد خادم الإمام الحسين محمد عبد الجليل. أشكر الله سبحانه وتعالى وأحتسبه قربانا، وأحتسبه إن شاء الله بذرة لنيل الحرية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.